حياكم الله في خليج العرب. بوتين يزور الرياض وأبو ظبي هذا الأسبوع، وحديث عن تعزيز للحضور الروسي في خليج يعيش على وقع الابتزاز الأمريكي. جوانب اقتصادية للزيارة لخصتها أكثر من 30 اتفاقية تم عقدها بين الرياض أو مع الرياض، وتخللتها عروض علنية وضمنية لانتقاء أسلحة روسية، والغلاف سياسي محمل بدلالات التوقيت. تزامنت جولة بوتين الخليجية مع الانسحاب الأمريكي من شرق سوريا، وتلت الهجوم الذي تعرضت له منشآت أرامكو النفطية دون رد أمريكي، وتوافقت أيضا مع عروض لوساطات دولية بين طهران والرياض. فهل تشكل منعطفا في مسار التحالفات الاستراتيجية للرياض؟ وهل من المبالغ فيه الحديث عن خروج الخليج من العباءة الأمريكية، ما الذي تريده موسكو من خليج يجمعها به تاريخ من العلاقات المعقدة؟ أسئلة نطرحها على ضيوف حلقتنا لهذا الأسبوع: الدكتور ماجد الأنصاري، أستاذ العلوم السياسية في جامعة قطر، ومعنا أيضا عبر الأقمار الصناعية من موسكو المحلل السياسي الروسي أندري أنتيكوف. روسيا والخليج عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع، وقبل الخوض فيها نتابع سياق زيارة الرئيس الروسي للمنطقة في التقرير التالي. زور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من قاهرته إلى أرض المطار. 12 سنة فصلت بين جولته الأولى وبين هذه الجولة التي وصفت بالتاريخية، ليس مبالغة مما اعتادت شعوب المنطقة سماعه فصارت غير مبالية، وإنما كحقيقة حظيت باهتمام وسائل الإعلام الغربية التي اعتبرتها جولة المنتصر. بوتين يسعى لبسط نفوذه السياسي في منطقة تعاني اللا استقرار واللا يقين كنتيجة لنهج الحليف الأمريكي في التعامل مع أصدقائه، وكلمة السر الانسحاب الأمريكي من الشرق الأوسط. لكن روسيا لا تقيم صداقات مع شخص ضد شخص ما، نحن نبني علاقات ثنائية على أساس الاتجاهات الإيجابية في اتصالاتنا، ولا نشكل تحالفا لمحاربة أحد ما. واضحا كان بوتين الذي يحتفظ بعلاقات طيبة مع طهران وأنقرة، ويدعم نظام الأسد وينسق مع تل أبيب، ويراوغ واشنطن في علاقة شديدة التعقيد سهلها الإعجاب الشخصي الذي يكنه الرئيس الأمريكي لنموذج القائد القوي. بوتين يمد جسور التواصل مع الضفة الغربية للخليج التي طالما اتسمت علاقات بلاده تجاهها بالفتور منذ الحرب الباردة، جسور بدأت بتنسيق حول أسعار النفط العام الماضي فيما أطلق عليه اسم أوبك بلاس، واستكملته الزيارة التي لم تخل نتائجها غير المعلنة من عروض بيع السلاح بالجد أو بالسخرية لأكبر مشتر للسلاح الأمريكي في العالم. فنحن مستعدون لتقديم مساعدات للسعودية من خلال تقديم منظومات الدفاع الجوي المعاصرة. بوتين يمد يديه للجميع ويستخدم الجميع في غالبية الأحيان في شبكة علاقات معقدة مع الأعداء والخصوم. قد تبدو للمراقب غير متناغمة، لكنها تتم بقيادة مايسترو بارع يجيد الوصول إلى غرضه. دكتور ماجد، أرحب فيك في البداية. دكتور، كيف تقرأ هذه الزيارة الروسية لمنطقة الخليج؟ هل لها دلالة معينة؟ هل لها دلالة في التوقيت مثلا؟ هو يعني بعد 12 عاما دكتور من الزيارة الأولى، لا أظن حقيقة أن الوضع بالنسبة لروسيا في منطقة الخليج تغير. ما زالت روسيا تنظر لمنطقة الخليج باعتبارها حديقة خلفية لواشنطن ونطاق استراتيجي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، ولا زال التواجد العسكري الأمريكي هو الأبرز في المنطقة. ولكن هذا لا يمنع أن يكون هناك رغبة في إزعاج واشنطن والتمدد على مساحات هي مساحات أمريكية ابتداء، فقط من باب إظهار هذه الانسحابية الأمريكية
للعلن وتأكيد الوجود الروسي في المنطقة، ولكن نعلم جميعا بأن هناك إدمان خليجي وبالذات سعودي على الولايات المتحدة الأمريكية، ولا أظن يتعدى ما حدث وما رأيناه رغبة سعودية في إرسال رسالة لواشنطن مفادها إذا أدرتم ظهركم لنا فسندير ظهرنا لكم كذلك، وما رأيناه حقيقة لا يتعدى هذه المسألة بكثير. يعني ممكن الآن دول الخليج تدرك بأن واشنطن ليست هي الحليف الذي ممكن الاعتماد عليه بشكل مطلق، بمعنى أن الخليج اليوم قادر على أن يرسل مثل هذه الرسائل لواشنطن؟ هو قادر على إرسال الرسائل، ولكن هل هو قادر على أن يتبع هذه الرسائل بعمل حقيقي؟ أنا لا أعتقد ذلك، أنا لا أعتقد أن الخليج قادر بمختلف. إذن هي لا تعد أن تكون كأنها عتاب محبين. هي عتاب محبين كما تفضلت، ولكن أيضا لابد هنا أن نستحضر تغير الدور الروسي في المنطقة العربية بشكل عام. اليوم روسيا لديها قاعدة عسكرية في العالم العربي، لديها علاقات متوسعة مع العالم العربي بشكل عام، وتتمدد في مساحات خلفتها واشنطن، ولكن في منطقة الخليج تحديدا أنا لا أعتقد أن بإمكان روسيا ولا هي راغبة في أن يكون لها تواجد استراتيجي في هذه المنطقة كما لواشنطن فيها. أولا لأنها ليست مساحة بالنسبة لروسيا استراتيجية بشكل كبير جدا، هي ليست ضمن نطاق النطاق الاستراتيجي لروسيا، ولا هي ضمن مشروعها الأساسي، وتبقى تحالفها مع إيران باعتبارها أساس في المنطقة. سيد أندري أنتيكوف من موسكو، الدكتور ماجد الأنصاري يقول بأن روسيا ليست راغبة في التواجد في منطقة الخليج. تاريخيا الخليج منطقة نفوذ أمريكي بريطاني، فلماذا تعتقد موسكو، أو السؤال هل تعتقد موسكو اليوم أنها قادرة على مزاحمة الوجود الأمريكي في الخليج؟ أنا لا أعتقد بأن حتى يوجد مثل تلك الأهداف لدى روسيا. يعني طبعا نحن يجب أن نرى بأن روسيا قد عادت إلى الشرق الأوسط وبقوة وبشكل قوي جدا منذ قبل سنوات، ويعني هناك اهتمام واضح من قبل روسيا إلى الدول الخليجية واهتمام لتطوير التعاون مع دول الخليج. كذلك أيضا أنا أعتقد أن نفس الاهتمام موجود لدى دول الخليج، فلذلك أنا أعتقد أن هذه التطورات لها ذات منطقية، ولكن في نفس الوقت نحن ندرك تماما بأن واشنطن هو الشريك الاستراتيجي بالنسبة لدول الخليج، فلا يوجد أي نية لدى روسيا لطرد بين القوسين أمريكا من هذه المنطقة. يعني ولكن في نفس الوقت هناك المجالات حيث يمكن أن نطور تعاون ما بين دول ما بين روسيا ودول الخليج، بينها أسواق النفط، بينها ربما الأسلحة، بينها الفضاء، بينها يعني الثقافة وإلى آخره. وأيضا طبعا هناك ضرورة، روسيا ترى ضرورة في تنسيق مع دول الخليج بخصوص النزاعات والأزمات الجارية في المنطقة، ومن بينها الأزمة السورية، من بينها الأزمة اليمنية، أيضا الأزمة الليبية، وحتى الأزمة في الخليج تحديدا. نعم. طيب سيد أندري، بين روسيا والسعودية علاقات متوترة من 50 عام تقريبا، وصلت في فترة من فترات إلى حد القطيعة. هل نستطيع من خلال ما تفضلت فيه أن نقول بأن اليوم تجاوزوا تلك المرحلة وأصبحت العلاقة هي مجرد علاقة اتفاقيات وتبادل مصالح أكثر من كونها علاقة نفوذ أو علاقة استراتيجية؟ أنا أعتقد هي ليست طبعا العلاقات الاستراتيجية، بل هي العلاقات احترام مصالح المتبادلة ومصالح المشتركة. أنا ذكرت بأن هناك ضرورة في تنسيق بين روسيا والسعودية وبين دول الخليج الأخرى على أسواق النفط العالمية، هناك ضرورة في التنسيق على في مجالات وملفات السياسية، فهذا ما نشاهده اليوم. يعني وطبعا نحن طبعا نعاول على القرار السيادي لكل دول الخليج لتحدد ما الشركاء المناسبة بالنسبة لها. فيعني إذا نشاهد هذا التقارب ما بين روسيا والسعودية، ما بين روسيا والإمارات، هذا طبعا شيء مرحب، وطبعا يعني على كل حال على دول الخليج كذلك أيضا تحديد يعني تطوير أو كيفية تطوير العلاقات مع 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 الولايات المتحدة الأمريكية. طيب أرجع لك دكتور ماجد، حجم التبادل التجاري بين دول الخليج وبين روسيا ليس بالرقم الكبير، 1,700,000,000 فقط دول الخليج مجتمعة، بالمقارنة مع التبادل التجاري بين الولايات المتحدة ودول الخليج.
فهل تطمح روسيا من مثل هذه الزيارات فقط في الجانب الاقتصادي بأن ترفع حجم التبادل التجاري مثلا فقط من خلال هذه الاتفاقية؟ والملف الاقتصادي هو الأبرز في العلاقة بين روسيا والخليج. هناك احتكاك على مستويين. المستوى الأول هو عقود شراء الأسلحة. اليوم روسيا ترغب بتسويق منظوماتها الدفاعية بشكل خاص عالميا، وهذا يواجه مقاومة أمريكية. أمريكا التي تريد أن تستفرد بسوق السلاح خاصة في منطقة مثل منطقة الخليج، هناك استهلاك كبير في إطار عقود السلاح المختلفة، ليس فقط على المستوى الأسلحة الثقيلة ولكن حتى على مستوى التكنولوجيا والأمور المرتبطة حتى بالأمن السيبراني وما إلى ذلك. الأمر الآخر طبعا هو الاحتكاك في أسواق النفط. نحن نعلم أن روسيا هي من أكبر منتجي النفط ومن منتجي الغاز في العالم، وأن أوبيك بلس كما قال تقريركم كان هو محاولة لتنظيم العلاقة بين الطرفين، أوبيك الذي تقوده السعودية بشكل أو بآخر، وروسيا التي تقود أو على الأقل تؤثر بشكل كبير جدا في أسواق العالمية سواء بشكل مباشر أو من خلال حلفائها عبر العالم. حل غاز مع قطر، هناك طبعا منظمة للدول المصدرة للغاز مقرها الدوحة، ولكن روسيا لها تأثير كبير جدا في هذه المنظمة. ففي هذين المجالين هناك احتكاك كبير جدا، بالإضافة لرغبة بلا شك روسية في أن يكون لها جزء من هذا الاستثمار الخارجي الكبير الذي تقوم به دول الخليج من خلال صناديقها السيادية وقطاعها الخاص والشبه حكومي، والذي يقوم بدور كبير جدا في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن ليس له نفس التواجد في روسيا. طيب سيد أندري، الرئيس بوتين في أول جولة له للسعودية في عام 2007 وقع اتفاقيات وصلت تقريبا إلى 3 مليار دولار، لكن تم إلغائها بعد عام تقريبا. في عام 93 أيضا وقع اتفاقية مع الكويت، ثم ألغيت هذه الاتفاقية، كانت عسكرية، ألغيت بعد عام أيضا. السؤال، هل يمكن أن ننظر بجدية اليوم إلى مثل هذه الاتفاقيات التي توقع، أم أنها اتفاقيات شكلية هدفها الرئيسي الضغط على الأمريكان لحماية الخليج؟ بصراحة بعد تلك الاتفاقيات هي صحيح هي شكلية، هناك المذكرات التفاهم بين الوكالات الروسية والوكالات السعودية يعني وزارات الروسية والسعودية، ولكن الأخرى أنا أعتقد ستسمح لنا لتطوير التعاون الاقتصادي. هناك تبادل تجاري بين روسيا ودول الخليج، بين روسيا والسعودية، بين روسيا والإمارات، يزداد، ليس بصورة ولكن هو يزداد. فلذلك أنا ذكرت في السابق لا توجد لدى روسيا نية لطرد الولايات المتحدة الأمريكية من هذه المنطقة، وخاصة أن كما تفضلتم هناك يعني حجم التبادل التجاري بين روسيا والخليج هو أصغر بكثير من مقارنة مع التبادل التجاري ما بين أمريكا والخليج. فلذلك نحن فقط نستعمل فرص الجيدة لنحصل على حصاتنا في هذه المنطقة. فطبعا إذا توجد لدى دول الخليج إرادة لتطوير مثل هذا التعاون فأهلا وسهلا. لدينا بعض البدايا، نحن مجالات للاستثمارات، لدينا يعني حتى الأسلحة، هناك المجالات الثقافية وحتى الكهرباء النووي وإلى آخره، هناك ملفات عديدة حيث يمكن أن نطور التعاوننا. فالأمر يتركز أو يرجع فقط إلى إرادة لروسيا ولدول الخليج لتطوير هذا التعاون. طيب دكتور ماجد، يبدو أن الأسلحة أو صفقات الأسلحة هي الهدف الرئيسي بالنسبة للروس على الأقل، وهذا ما صرح به بوتين بشكل صريح وواضح. وفي أكثر من مناسبة روسيا تعرض منظومتها الدفاعية، تعرضها للبيع، يعني وكأننا في سوق. السؤال، هل يمكن للمملكة العربية السعودية أن تقتني هذه الأسلحة الروسية؟ وفي حال إذا حصل، كيف سيكون الموقف الأمريكي من ذلك؟ هو طبعا نحن فعلا في سوق، بمعنى أن سوق السلاح العالمية هي أحد أكبر الأسواق التي تستهلك فيها موارد كثيرة جدا على مستوى العالم، ربما يأتي هذا مباشرة بعد سوق الطاقة. وبالتالي نعم، هو تنافس طبيعي وتنافس في السوق، ونعلم أن واشنطن حاولت بأكثر من طريقة ردع الكثير من الدول عن شراء أهم منظومة دفاع صاروخية تنتجها روسيا وهي S-400، ولكن هناك دول ما زالت تختبر هذا الأمر. تركيا اليوم وهي عضو في الناتو وحليف للولايات المتحدة الأمريكية، العقيدة العسكرية للجيش التركي هي عقيدة غربية من حيث التسليح ومن حيث
المنظومات، ولكن مع ذلك الآن تركيا ستصنع في المستقبل الاس 400 لديها. وروسيا حقيقة تقدم ميزة تنافسية كبيرة جدا على مستوى الأسلحة، هي أكثر مرونة في إعطاء قدرة التحكم لهذه الدول على منظوماتها. سيد أندري، الملف الروسي يعتبر ملف مشترك ما بين المملكة العربية السعودية وما بين الملف السوري عفوا، ملف مشترك كلا الدولتين السعودية وروسيا متدخلتان أو مهتمتان بشكل كبير في الملف الروسي، ملف السوري. السؤال، هل طلب الرئيس الروسي من الرياض دعم فكرة إعادة سوريا لجامعة الدول العربية؟ وهل يمكن للمملكة بناء على تطور علاقاتها مع روسيا أن تغير موقفها من النظام السوري؟ بكل تأكيد روسيا طلبت ذلك، وهناك اهتمام واضح تماما لدى روسيا لعودة سوريا إلى الجامعة الدول العربية، ولدى السعودية صوت بارز، يمكن أن يكون صوت بارز وقوي جدا بهذا الخصوص. فطبعا أنا متأكد 100% بأن هذا الموضوع كان أو قد نقش ما بين القيادة الروسية والقيادة السعودية. ولكن إذا نتحدث عن الخلافات ما بين موسكو والرياض بشأن الأزمة السورية، أنا أعتقد أن هذا لم يكن سببا لإغلاق باب الحوار ما بين الدولتين. بالعكس، نحن قد كثفنا جهودنا، بذلنا جهودنا من أجل إيجاد نقاط المشتركة ما بين موسكو والرياض، وأنا أعتقد نجحنا في هذا المجال. وكما تعلم تم تشكيل اللجنة الدستورية لصياغة الدستور السوري الجديد، والسعودية لعبت هناك دورا مهما. فلذا ونحن ماذا كان دور السعودية في ذلك بالضبط في 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 دستور في صياغة دستور سوريا الجديد؟ ماذا كان دوره بالضبط؟ بكل تأكيد السعودية كانت تدعم وبشكل قوي جدا، سياسيا معنويا حتى اقتصاديا، بعض القوى المعارضة السورية. فلذلك كان هناك سلسلة مشاورات ما بين مسؤولين الروس والسعوديين، حتى ما بين مسؤولين الروس والسوريين الموجودين في السعودية بخصوص هذه اللجنة. إذن يعني ناقشنا هذا الأمر خلال الفترة الطويلة ونجحنا في تشكيل اللجنة الدستورية، بغض النظر عن كانت هذه الأعمال صعبة للغاية. والآن نتوقع بدء أعمال هذه اللجنة، و كلنا نطمح بأن سينجح أو ستنجح أعمال هذه اللجنة، وسنشاهد الدستور السوري قريبا جدا. طيب، روسيا اقترحت على دول المنطقة منظومة أمن جماعي وبرعايتها، والسعودية أعلنت مؤخرا أيضا انضمامها للتحالف الأمريكي. هل تم فتح هذا الملف في الرياض أم لا؟ سؤال لي؟ نعم تفضل سيد أندري. نعم السؤال لك. بكل تأكيد ليس فقط هناك الاقتراحات الروسية والأمريكية، هناك الاقتراحات الإيرانية وحتى الإسرائيلية بخصوص الأوضاع في الخليج. يعني على كل حال نحن بحاجة لقرار سيادي من قبل دول المنطقة، وحتى الاقتراحات الروسية، الرؤية الروسية بخصوص تشكيل المنظمة الجديدة، منظمة للأمن والتعاون في الخليج، هو أو تلك الاقتراحات تصير على حفاظ على هذا القرار السيادي. أي المبدأ الرئيسي بالنسبة لروسيا هو أن الحل لكل القضايا، كل الأزمات، كل النزاعات الجارية في المنطقة يجب أن يكون في أيدي دول الخليج، في أيدي دول المنطقة. فلذلك هذه المنظمة التي اقترحته روسيا هي يجب أن تضم فقط دول الخليج، والأخرى التي لا تتواجد في الخليج لها يجب أن يكون فقط دور المراقب في هذه المنظمة. إذن هنا هذه كل تلك الاقتراحات على الطاولة، وأنا أعتقد أن على دول الخليج اختيار ما بين كل تلك البرامج، كل تلك المشاريع. طيب، يبدو أن هناك مشاريع كثيرة للعالم يريد أن يحمي الخليج، ومن ضمنها المشروع الروسي. دكتور، كيف ترى وضع الخليج في هذه الحالة؟ وإيران تطرح فكرة لحماية الخليج، وإسرائيل لديها رؤية لحماية الخليج، واليوم الأمريكان يعني عندهم، والروس الآن دخلوا على الخط، الكل يريد أن يحمي الخليج، يحمون من من؟ وطبعا يعني النزاع في الخليج هو أحد أكبر المهددات للاستقرار العالمي، لأنه يؤثر أولا على أسواق النفط، ولكنه أيضا يهدد بوجود تماس بين مصالح حلفاء واشنطن وحلفاء روسيا بشكل مباشر
في منطقة هي منطقة غنية ومنطقة مسلحة وفيها تواجد عسكري عالمي. نحن نعلم أن قوات الناتو منتشرة في مختلف العواصم في الخليج وهناك تواجد طبعا بلا شك إيراني في المنطقة ولكن تواجد روسي أيضا في سوريا وهذا يجعل هذه منطقة تماس خطيرة جدا. في الوقت نفسه هناك أيضا محاولة استثمار هذه الخلافات داخل الخليج. طبعا زميلنا في موسكو عندما يقول دول الخليج هو يقصد دول المطلة على الخليج بما فيها إيران. ربما إحنا متعودين على المصطلح أنه يشمل فقط دول التعاون ولكن أي وصول لحالة منظومة أمن جماعي في منطقة الخليج هي تحتاج أن تكون جميع الدول المطلة على الخليج بما فيها العراق وإيران وهذا أمر إلى الآن لا توجد له آلية. المشاريع التي طرحت هي تبقى في الحقيقة مشاريع غير واقعية في ظل وجود خلافات داخل دول مجلس التعاون الست. نعلم أن الأزمة الخليجية لن تسمح بوجود موقف خليجي موحد من أي منظومة أمن جماعي مقترحة في المنطقة. نعلم أن الخلاف الإيراني الأمريكي لن يسمح بوجود كذلك توافق إيراني خليجي في المرحلة القادمة حقيقي. على الرغم من نحن طبعا نسمع الآن على أن هناك جهود وساطة بين إيران والسعودية وأن هناك تقبل سعودي أكثر لهذه المسألة ولكن في الحقيقة أي مبادرة لإيجاد منظومة أمن جماعي في المنطقة اليوم هي تفتقر لأسس واقعية يمكن أن تبنى عليها. من ضمن الافتقار هو الافتقار لموقف خليجي موحد؟ طبعا وليس فقط الافتقار لموقف خليجي موحد. اليوم نحن لا نعلم وضع العراق في ظل التطورات الحالية. هناك طبعا حتى خلافات إيرانية روسية مثلا في سوريا فليس هناك وضوح في منظومة التحالفات الإقليمية والعالمية التي تنتشر عبر الخليج. طيب سيد أندري بالحديث عن إيران هل هناك وساطة روسية بين الرياض وطهران؟ هل تم الحديث على الأقل في الزيارات الأخيرة عن اقتراح مثلا لعمل مفاوضات بين الطرفين أو اقتراب أو تقارب بين الرياض وطهران؟ لا لا الرئيس بوتين كان واضحا بهذا الخصوص وقال في حديثه لقنوات العربية بأن لا توجد لدى روسيا نية لمثل هذه الوساطة بل بالعكس أنا أعتقد أن روسيا قالت كلماتها وقامت أو قدمت اقتراحاتها بخصوص الحفاظ على أمن الأوضاع في الخليج ويعني أنا أود أن أشير إلى بعض النقاط الرئيسية في هذه الاقتراحات هي أن روسيا تصير وتعتقد بأن من الضروري تقليص التواجد العسكري لدول التي تتواجد في خارج من منطقة الخليج مثل الولايات المتحدة الأمريكية تقليص التواجد العسكري وبعد ذلك التخلص بشكل كامل. المشكلة برأيي الشخصي هي متعلقة بأن كل الخلافات في الخليج الجاري ليس فقط في الخليج بل بالمنطقة الشرق الأوسط مرتبطة بالتدخلات الخارجية على رأسها التدخلات الأمريكية ويعني واضح تماما أن أمريكا يعني مهتمة بالحفاظ على نوع من التوتر في العالم العربي في العالم الإسلامي وتستغل هذه الخلافات من أجل الحفاظ على مصالحها في المنطقة وبشكل عام أمريكا دائما تقود سياساتها مبنية على مبدأ الواحد ومعروف جدا وهو فارق تصد طيب. والاقتراحات الروسية هي مختلفة تماما وهي طبعا تتوافق وليس هذا سرا هي تتوافق مع مصالح الروسية. روسيا تقترح يعني تخلص من هذه التدخلات الخارجية وإعادة الاستقرار إلى المنطقة بسبب أن منطقة الخليج مرتبطة بالأسواق النفط العالمية وهذا طبعا يهم روسيا وأيضا منطقة الشرق الأوسط قريبة جدا من الحدود الروسية فلذلك نحن مهتمين بالحفاظ على الاستقرار وعدم وجود هناك الإرهابيين الذين يهددون الآسيا الوسطى والمناطق الحدودية الروسية وحتى روسيا نفسها. طيب دكتور ماجد القرارات الأمريكية الأخيرة هي مخيبة للآمال بالذات للسعودية هل سيدفع ذلك إلى الارتماء في أحضان روسيا بمعنى هل ستكون روسيا هي المنقذ من الابتزازات الأمريكية؟ أنا في اعتقادي أن هناك إدمان خليجي على إيران على عفوا على الولايات المتحدة الأمريكية وهذا الإدمان الخليجي يبدو أن هناك دول في المنطقة وعلى رأسها الإمارات والسعودية تعاني من حالة الانسحاب من الإدمان تلك عندما تنقطع الجرعات عن المدمن الأعراض الانسحابية نعم الأعراض الانسحابية فهم كأنهم في حالة الآن من محاولة البحث عن أي بديل يوفر نفس النتائج ولكن حقيقة أن هذا الكلام غير واقعي لأن هذا الإدمان على الولايات المتحدة هو منظومة مبنية على
طبيعة أولا العلاقات الخارجية لهذه الدول، ولكن كذلك هي منظومة عسكرية ومنظومة اقتصادية ومنظومة مرتبطة بالمجتمع الدولي. من الصعب جدا أن تغير هذه الدول تحالفاتها الاستراتيجية بهذه السرعة. ليس لروسيا نفس التواجد الاستراتيجي في المنطقة الذي الولايات المتحدة الأمريكية، ولا نفس التواجد العسكري، ولا حتى نفس التواجد الاقتصادي، وبالتالي نقل الاعتماد بشكل كامل على روسيا هذا غير وارد. طيب دكتور ماجد الأنصاري أستاذ العلوم السياسية في جامعة قطر، شكرا لمشاركتك معنا، وشكرا أيضا للسيد أندري أنتيكوف المحلل السياسي من روسيا، وشكر موصول لكم على حسن المتابعة. نسعد باستقبال مقترحاتكم وتعليقاتكم على صفحات التواصل الاجتماعي للتلفزيون العربي. ألقاكم الأسبوع المقبل بإذن الله، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.